يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على امامنا ابي جعفر الباقر سلام على امامنا ابي الحسن علي الهادي هذه ليله ميلاده الشريف سلام على الحجه البالغه والنعمه السابغه بقيه الله الاعظم امام زماننا الحجه بن الحسن العسكري ورحمه الله وبركاته وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره حلقات عنوانها اسئله اجوبه صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجعي البتري العباسي التافه الحلقه الحاديه والعشرون بعد الثلاثمائه البرنامج الذهبي انه برنامج القريه الظاهره الامنه وفقا للمنهج اليماني الزبده الذهبي اعرف امامك وعرف بامامك المعرفه, المعرفة الذهبية, الذهبيه امامك دينك ودينك دينك إمامك, امامك العباده الذهبيه, الذهبية رابط, رابط مرابطه الاحرار في فناء, فناء إمامك, امامك البراءه الذهبيه, الذهبية طلق منهج اصحاب العمائم الابليسيه الكبيره في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعه فيه ان كنت راغبا في امامك. سؤال حلقتنا هذه سؤال مهم جدا هذا السؤال وجه الي كثيرا اجبت عنه في الندوات المفتوحه بنحو موجز ومختصر بحد الاجوبه الاسكاتيه هناك اجوبه اسكاتيه لكنني اريد ان اجيب عليه هذه المره بشكل مفصل ولذا ساحتاج الى حلقتين وربما اكثر كي اجيب على هذا السؤال هذا السؤال وردني كثيرا ومن عده دول وردني لا اقصد في هذه الايام وانما عبر الشهور الماضيه وردني من بعض الاخوه من كندا ومن الولايات المتحده الامريكيه انما اشير الى البلدان كي يلتفت الاخوه الذين سالوا انني ما اهملت رسائلهم وحينما وجدت وقتا مناسبا فانني اجيب على اسئلتهم من مصر من لبنان من تركيا من عده دول اخرى ومن لندن ومن بعض الدول الاوروبيه الرساله التي بين يدي من العراق وتحديدا من الناصريه من احد المشايخ الاعزاء سأقرأها مثل ما وردتني في زيارة الجامعة الكبيرة في البداية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقط ولم يذكر عليا ولي الله الذي جاء في بداية تفاصيل الزيارة الجامعة الكبيرة أن تذكر الشهادتين هذا هو الذي ورد في زيارة الجامعة الكبيرة في البداية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقط ولم يذكر عليا ولي الله وفي كلمه وقد بعث الى جدكم الروح الامين والى اخيك بعث الروح الامين ولم يذكر والى ابيك يعني لم تذكر الزهراء عليها السلام لماذا لم يقل الشهادة الثالثة ولماذا لم يقل وإلى أبيك يعني يا زهراء وإلى أبيك بعث الروح الأمين هذا هو نص الرسالة قرأته كما وردني إذا رجعنا الى مفاتيح الجنان في بدايه تفاصيل الزياره الجامعه الكبيره بعد ان يسال النخعي الامام الهادي سؤاله هكذا ورد في مقدمات الزياره الجامعه الكبيره إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين أي قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وأنت على غسل الى بقيه التفاصيل هكذا ورد في مقدمات الزياره بحسب مفاتيح الجنان وجاء ايضا والى جدكم المراد والى جدكم بعث الروح الامين والى جدكم وان كانت الزياره لامير المؤمنين فعوض والى جدكم قل والى اخيك بعث الروح الامين السؤال عن هذا لماذا ذكرت الشهادتان من دون الشهاده الثالثه؟ سؤال وجيه ووجيه جدا ولذا قلت لكم من ان كثيرين وجهوا هذا السؤال الي وأيضا من أن الزياره جاء فيها والى جدكم بعث الروح الامين واذا كانت الزياره لامير المؤمنين والى اخيك بعث الروح الامين الزهراء لم تذكر لماذا لم تقل الزياره والى ابيك بعث الروح الامين وكان اشكالا ينشا من ان الزياره لا تكون للزهراء او من ان اشكالا ينشا من ان الزياره للائمه المعصومين الزهراء ليست اماما من الائمه بالنتيجه هذا هو السؤال هذا هو الاشكال الجواب سيكون طويلا اتمنى ان تصبروا علي وان تطلعوا على لقطات يسيره من هذا الذي احدثكم عنه دائما من انني منذ اكثر من اربعين سنه قضيت السنين الطوال في التحقيق والتدقيق والتتبع اتمنى ان تصبروا علي اذا كنتم راغبين في معرفه الجواب اقول للشيخ العزيز السائل بالإجمال سأجيبك أما التفصيل فسيكون في حلقة في حلقتين وربما أكثر بالإجمال يا أبا كاظم بالإجمال يا أبا كاظم هذه العبائر ليست من اصل الزياره هذه اضافات اضيفت الى الزياره الشريفه هذا الجواب الاجمالي اما التفصيل سياتينا تباعا اتمنى ان تصبروا علي كي تعرفوا الحقيقه القضيه لا ترتبط بزياره الجامعه الكبيره اذا ما تابعتم معي ستعرفون مدى الطامه التي نحن فيها وكيف ان كبار مراجع الشيعه يحرفون دين محمد وال محمد اصطبروا علي واطلعوا على التفاصيل. نذهب الى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: ان لصاحب هذا الامر غيبه لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت له ولم جعلت فداك قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت فما وجه الحكمة في غيبته فقال وجه الحكمه في غيبته وجه الحكمه في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره ان وجه الحكمه في ذلك لا ينكشف الا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمه لما اتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمه وإن كان وجهها غير منكشف لنا الزيارة الجامعة الكبيرة دستورنا العقائدي الشيعي هذه الزياره تعرضت لتحريف كبير مقصود ومن قبل كبار مراجع الشيعه سابدا هذا الموضوع بالتدريج مثلما قلت لكم عليكم ان تصبروا علي وان تتابعوا الموضوع شيئا فشيئا حلقه واحده ليست كافيه قطعا سابدا معكم مع اقدم مصادر الزيارة الجامعة الكبيرة النص الذي نعرفه النص الذي نقرأه النص المتوفر في مفاتيح الجنان هذا النص الذي نعرفه والذي شرحه الشارحون وانا من بينهم فعندي برنامج قدمته على قناه الموده الفضائيه وهو موجود على الشبكه العنكبوتيه شرحت فيه الزياره الجامعه الكبيره شرحت النص المتوفر في مفاتيح الجنان انه النص الذي تعرفه الشيعه في كتب الزيارات وتقراه في المزارات المقدسه المصادر الاصليه القديمه اقدم ما بايدينا الان من مصادر هذا النص اولا الفقيه فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق احد كتبنا الاصليه المعروفه الشيخ الصدوق توفي سنة 381 للهجرة هذا هو الجزء الثاني من كتاب الفقيه للصدوق وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة ستمئه وتسعه تبدا الزياره الجامعه الكبيره لقطه جانبيه مفاتيح الجنان قرات عليكم قبل قليل من انه جاء في المقدمة إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين أي قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه واله عبده ورسوله وانت على غسل هذه الاضافه ليست موجوده في الفقيه الذي جاء في الفقيه اذا صرت الى الباب فقف واشهد الشهادتين وانت على غسل قد يقول قائل هذا ليس مهما وانا اقول ايضا هذا ليس مهما لكنني اردت ان اضع بين ايديكم لقطه سريعه من ان ذكر الفاظ الشهادتين لم يكن قد ورد في المصدر الاصل الذي جاء في المصدر الاصل إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسل هذه الإضافة من عباس القمي من صاحب المفاتيح إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين أي قل أي قل هذا الكلام من عباس القمي أي قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وأنت على غسل كذلك ما جاء هنا والى جدكم وان كانت الزياره لامير المؤمنين فعوضوا والى جدكم قل والى اخيك بعث الروح الامين الذي جاء في المصدر الاصل هو هذا والى جدكم بعث الروح الامين وان كانت الزياره لامير المؤمنين عليه السلام فقل والى اخيك بعث الروح الامين يعني ان اختلافا في الكلمات بينما جاء في المصدر الاصل وبين ما هو في مفاتيح الجنان. اعطي احتمالا من ان النسخه التي نقل عنها عباس القمي جاءت بهذه الكيفيه. هذا الامر ليس مهما كثيرا لكنني اردت ان الفت انظاركم الى ان القضيه منتشره في كل مكان. حتى في كتاب مفاتيح الجنان الذي تقرؤون منه الزيارات هذا هو المصدر الأقدم الفقيه للصدوق الزيارة موجودة فيه من صفحة 609 وتسعة إلى صفحة ستمية وثمنطعش إلى صفحة ستمية وثمنطعش تنتهي زيارة الأئمة المعروفة بالزيارة الجامعة الكبيرة ب زيارة الوداع بدعاء الوداع. الزيارة من صفحة 609 وتسعة إلى صفحة ستمية هذا هو المصدر الأقدم للزيارة الجامعة الكبيرة للنص الذي نعرفه. ونقراه المصدر الثاني ايضا للصدوق عيون اخبار الرضا في الجزء الثاني الطبعه طبعه مؤسسه الاعلم بيروت لبنان ايضا جاء في عيون الاخبار فقف واشهد الشهادتين صاحب المفاتيح لما نقل الزياره الجامعه نقلها عن هذين المصدرين هكذا هو قال الزياره الثانيه روى الصدوق ايضا في الفقيه والعيون عن موسى ابن عبد الله النخعي انه قال للامام علي النقي صلوات الله عليه الى اخر ما ذكره المحدث القمي عباس القمي فهو قد اعتمد على هذين المصدرين على الفقيه والعيون وهما اقدم مصدرين بين ايدينا للنص المعروف للزياره الجامعه الكبيره هنا ايضا جاء فقف واشهد الشهادتين وانت على غسل من دون ذكر لالفاظ الشهاده الاولى والشهاده الثانيه اللتين ذكرهما عباس القمي فهذه الاضافه من عنده وهكذا تاتي الاضافات في الزيارات وهي ليست من اصل النص وهذا الامر ليس مهما الكارثه ستاتينا شيئا فشيئا ماذا جاء في الفقيه؟ في داخل النص. في الفقيه في داخل النص صفحه 615 من اراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم. في عيون الأخبار ما الذي جاء؟ صفحه 308 من أراد الله بدأ بكم ومن وحّده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم. فارق كبير فارق كبير في المعنى في الفقيه ومن قصده من قصد الله توجه بكم جعلكم وسيله في عيون الاخبار ومن قصده توجه اليكم التوجه اليكم وليس بكم فارق كبير في المعنى. هناك تحريف واضح الذي ينسجم مع نص الزيارة ومن قصده توجه اليكم وينسجم مع القرآن ومع سائر نصوص الأدعية والزيارات وهذا سنأتي عليه. انا اريد ان استعرض بين ايديكم مشكله التحريف في الزياره الجامعه الكبيره وفي قادم الحلقات ساحدثكم عن هذه التفاصيل عن التفاصيل العقائديه والفكريه واضح تلاحظون ونحن في بداية طريق التحقيق تلاحظون ان عباس القمي في المفاتيح نقل عن المصدرين فغير في الألفاظ أضاف الفاظ الشهادتين وليس لهذه الالفاظ من ذكر لا في كتاب الفقيه ولا في كتاب العيون وهو الذي قال من انه نقل النص عن هذين الكتابين الطبعات القديمه لمفاتيح الجنان الطبعات التي كنا نقرا فيها الزياره الجامعه الكبيره في العراق في السبعينات في بيوتنا في المساجد وفي المزارات المقدسه في الحضارات المقدسه حتى حينما سافرت الى ايران وكنت هناك في الثمانينات في ايران الطبعات المتوفره يذكر فيها النسختان في بعض الطبعات الموجود في المتن ومن قصده توجه اليكم وفوقها بكم هكذا يكتب في كتب الادعيه المكتوبه بخط اليد يعني ان نسخه ثانيه فيها هذه الكلمه وبعض الطبعات ومن قصده توجه بكم وفوقها اليكم الان الموجود في الطبعات المتوفره ان كانت بخط اليد أو بالطباعة الحروفية الحديثة فقط بكم إليكم حذفت. عباس القمي أثبت النسختين أثبت بكم وإليكم. لا أدري هل وضع بكم في المتن وإليكم على الحاشية أو وضع إليكم في المتن وبكم على الحاشية أنا قد قرأت الطبعتين قرأت طبعة في المتن اليكم وفي الحاشية بكم وقرأت طبعة في المتن بكم وفي الحاشية اليكم في الحقيقة لا أدري بالضبط ما الذي اثبته عباس القمي في المتن وما الذي اثبته في الحاشية لانني قرات طبعتين هناك طبعه في المتن اليكم ومن قصده توجه اليكم وفي الحاشيه بكم وهناك طبعه في المتن بكم ومن قصده توجه بكم وفي الحاشيه اليكم لكن عباس القمي نقل النسختين نقل النسخه التي وجدها في العيون ومن قصده توجه بكم. نقل النسخة التي وجدها في العيون ومن قصده توجه اليكم ونقل النسخة التي وجدها في الفقيه ومن قصده توجه بكم. فأثبت النسختين في أصل المفاتيح لكن المفاتيح الموجودة بين أيدينا الآن فيه نسخة واحدة ومن قصده توجه بكم، هناك من حرف المفاتيح وحذف النسخة الثانية عملية التحريف شغالة وهذا لا يصدر من البقالي وهذا لا يصدر من الأطباء والمهندسين لا علاقة لهم بهذا هذا يصدر من اصحاب العمائم اصحاب العمائم الصغيره لا يملكون جراه على ذلك ولا يلتفتون الى هذه المضامين هذا عمل اصحاب العمائم الكبيره انهم نواب الشيطان انهم ايات الله العظمى انهم ابالسه حوزه الطوسي اصطبروا عليه. قد تقولون من ان النص ذكر الشهادتين والسؤال عن الشهاده الثالثه انا سأحدثكم عن كل التفاصيل اصطبروا عليه. وانما اسير معكم شيئا فشيئا كي تعرفوا ماذا اقصد من التحقيق وكيف يكون التحقيق. أنا لا أستطيع أن أعرض لكم كل تفاصيل التحقيق، لأن هذا سيحتاج إلى حلقات كثيرة وسيتعبكم، يتعبكم ويصيبكم بالملل والضجر. المصدر الثالث من أقدم مصادر نص الزيارة الجامعة الكبيرة التي نعرفها إنه تهذيب الأحكام من كتبنا المعروفة للشيخ الطوسي لمحمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة أربعمية وستين للهجرة هذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران هذا هو الجزء السادس صفحة 107 الباب السادس والأربعون رقم الحديث 177 أيضا ورد في المقدمات فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسل ليس هناك من ذكر لألفاظ الشهادتين وجاء هنا ومن قصده توجه بكم مثلما جاء في كتاب الفقيه الصدوق في كتاب الفقيه اثبت هذا النص بحسب المتوفر لدينا الان لا ندري ماذا اثبت على وجه الحقيقه بحسب المتوفر لدينا الان ومن قصده توجه بكم بحسب ما يظهر فان الطوسي نقل ذلك عن كتاب الفقيه روى محمد بن علي بن الحسين بن بابوي انه الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابوي انه الصدوق نذهب الى فاصل عن سعد بن عبد الله الاشعري القمي حيث سال امام زماننا الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تاويل هذه الايه فاخلع نعليك ما جاء في سورة طه فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلعنا عليك قلت انه سعد الاشعري قلت فاخبرني يا مولاي عن التاويل فيهما قال ان موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك وكان شديد الحب لأهله فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك اينزع حب اهلك من قلبك ان كانت محبتك لي خالصة وقلبك من الميل الى من سواي مغسولا خلاصه الكلام الزياره الجامعه الكبيره في نصها الذي نعرفه والذي نقراه والتي شرحت من قبل العديد من علماء الشيعه مصدرها الاصل كتاب الفقيه للصدوق وكذلك عيون الاخبار للصدوق ايضا وبعد هذين المصدرين ياتي تهذيب الاحكام للطوسي ما جاء في تهذيب الاحكام هو نفسه الذي جاء في كتاب الفقيه للصدوق الذي جاء في مفاتيح الجنان جاء نقلا عن الفقيه وعن العيون في الطبعات الاولى ذكرت النسختان ومن قصده توجه بكم ومن قصده توجه اليكم هكذا كتب عباس القمي في الطبعات الموجوده بين ايدينا الان حدث تحريف فحذفت نسخت ومن قصده توجه اليكم بقيت ومن قصده توجه بكم والذي ياتي منسجما مع ذوق مراجع حوزه الطوس ولاحظتم ان الذي نقله عباس القمي اضاف اليه الفاظا من عنده اضاف الفاظ الشهادتين واضاف ايضا فيما يرتبط بالعباره والى جدكم بعث الروح الامين واذا كانت الزياره لامير المؤمنين والى اخيك بعث الروح الامين فانه قد غير في تراكيب هذه العبارات قد يقول قائل لم يتغير المعنى صحيح هذا لكن التحريف يبدا من شيء بسيط ثم ينمو شيئا فشيئا ما جاء في عيون اخبار الرضا ومن قصده توجه اليكم أتستغربون إذا قلت لكم من أن محدثا سنيا مخالفا لأهل البيت أثبت هذا النص في كتابه بينما الطوسي الذي هو مرجع الشيعة وشيخ طائفتهم أثبت النص الذي في الفقيه هذا الكتاب الذي بين يدي فرائد السمطين للمحدث السني ابراهيم الجويني الخراساني الجزء الثاني من فرائد السمطين بتحقيق محمد باقر المحمودي وابراهيم الجويني الخراساني من علماء السنة في القرن الثامن الهجري. هذه الطبعة طبعة دار الحبيب. انها الطبعة الاولى ألف 1428 هجري قمري. قم المقدسة. صفحة 179 رقم الحديث 400 وثلاثه وستين نقل عن الحاكم النيشابوري وهو من كبار علماء المخالفين نقل نص الزياره الجامعه الكبيره انه النص الذي نعرفه انه النص الموجود في مفاتيح الجنان من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم. نقل النص الموجود في عيون الأخبار هو لم يبين لنا من أنه قد نقله من عيون الأخبار هو نقله عن الصدوق فلربما كتاب الفقيه في أصله أيضا كان يشتمل على هذه العباره ولكنهم حرفوه ولم يلتفتوا إلى كتاب العيون بقيت هذه العبارة تشير إلى تحريفهم بالضبط مثلما بقيت يافطه يا زهراء في مؤسسه الكوثر السيستانيه عرضت هذا عليكم في حلقات سابقه يقيمون الحفلات الماجنه الراقصه في ايام شهاده الزهراء وبقيت يافطه سوداء كتب عليها يا زهراء كي تكون علامه على ما يفعل هؤلاء من فسادهم وضلالهم الامر هو هو هذه العباره بقيت في كتاب العيون اتحدث عن عيون اخبار الرضا بقيت لتشير للتحريف الذي تعرضت له الزياره الجامعه الكبيره فهذه علامه دلاله على حصول تحريف في هذه الزياره الشريفه هذا محدث مخالف سني يثبت النص الصحيح لا ندري هل نقله من كتاب الفقيه ام نقله من كتاب العيون محمد باقر المحمودي هو الذي يقول في الحاشيه معلقا هذا هو الظاهر الموافق لكتاب عيون الاخبار ومن قصده توجه اليكم هل تستغربون هذا ليس هناك من استغراب لان المحدثه المخالفه السنيه نقل النص كما هو ليس عنده من مشكله كمراجع حوزه الطوسي الذين يحرفون دين محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لا تستعجلون بالحكم على كلامي قلت لكم اصطبروا علي ستتضح الصوره شيئا فشيئا هذا كتاب المزار الكبير ما يعرف بمزار ابن المشهدي محمد ابن جعفر المشهدي ولادته تقريبا خمسمية وعشرة للهجرة. لا نعرف تاريخ الولاده بالضبط ولا نعرف تاريخ الوفاه بالضبط بنحو تقريبي ولد سنه خمسمئه وعشره للهجره هذه الطبعه طبعه مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسة الطبعة الأولى 1419 هجري قمري. الزيارة تبدأ صفحة 524 إذا ذهبنا الى صفحه خمسمئه واثنين وثلاثين والى جدكم بعث الروح الامين اتاكم الله ما لم يؤت احدا من العالمين ليس هناك فيها واذا كانت الزياره لامير المؤمنين ان تقول والى اخيك بعث الروح الامين لا يوجد هذا الكلام في هذا النص الكتاب من كتبنا المعروفه في الزيارات والطقوس انه المزار الكبير صفحه 532 لا يوجد ما ذكر من كلام في المصادر المتقدمه هل سقط من الكتاب ام ان المؤلف نقل من مصدر ليس فيه هذا الكلام هذا هو الجزء التاسع والتسعون من بحار الانوار للمجلس من أجزاء المزار صفحة 127 إنها طبعة دار إحياء التراث العربي رقم الحديث أربعة تحت عنوان الزيارة الثانية يثبت نص الزيارة الجامعه الكبيره ومن قصده توجه بكم مثل ما جاء في الفقيه وجاء في التهذيب في فقيه الصدوق وتهذيب الطوسي إذا ما ذهبنا إلى صفحة 145 المجلس يقول رأيت من بعض تأليفات أصحابنا نسخة قديمة ذكر فيها هذه الزيارة أتحدث عن الزيارة الجامعة الكبيرة تحدثوا عن النص المعروف لدينا المجلس هكذا يقول رأيت من بعض تأليفات أصحابنا نسخة قديمة ذكر فيها هذه الزيارة وقدم قبلها دعاء الأذن فقال إذا دخلت المشهد فقف على الباب مستقبل القبلة وقل اللهم اني قد وقفت على باب بيت من بيوت نبيك الى اخر الدعاء، دعاء طويل جاء في مقدمه الزياره الجامعه الكبيره دعاء طويل وجاء ايضا ثم ادخل مقدما رجلك اليمنى وقل بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى مله رسول الله صلى الله عليه واله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وليس هناك من ذكر للشهاده الثالثه تلاحظون ان اختلافا واضحا بين هذه الكتب الفقيه وهو المصدر الاقدم يختلف عن المصدر الثاني لنفس المؤلف في عيون اخبار الرضا ومن قصده توجه اليكم وفي الفقيه ومن قصده توجه بكم وهناك فارق كبير في المعنى الطوسي نقل ما في الفقيه كما يبدو اذا كان الفقيه على النص الذي هو موجود الان فيه بينما الجويني الخراساني المحدث السني المخالف نقل النص عن الحاكم النيشابوري نقل النص ومن قصده توجه اليكم لم يشر الى انه قد نقل من العيون ام من الفقيه وانما نقل عن الصدوق ما اثبت في الحاشيه من ان الكلام اخذ من العيون هذا اثبته المحقق في ايامنا هذه اما المؤلف لم يشر الى المصدر فقد يكون اخذه من الفقيه قبل التحريف وقد يكون اخذه من العيون فان العيون في هذه العباره لم يتعرض للتحريف مفاتيح الجنان غير في الفاظ المقدمه وغير في الفاظ ما جاء مرتبطا من انه والى جدكم بعث الروح الامين ما يتعلق بالزياره اذا كانت لامير المؤمنين قرات كل ذلك عليكم وبامكانكم ان تعودوا الى المصادر كي تتاكدوا من التفاصيل التي ذكرتها صاحب البحار يذكر لنا من ان نسخه قديمه فيها دعاء طويل في مقدمات الزياره ليس موجودا في كل هذه المصادر اثبته في الجزء التاسع والتسعين من بحار الانوار المزار الكبير لم يثبت من ان الزياره اذا كانت لامير المؤمنين والى اخيك بعث الروح الامين كل هذا قد لا يكون مهما اطامه الكبرى اي اطامه الكبرى فيما اثبته الكفعمي في البلد الامين. هذه النسخه الحجريه للبلد الامين للكفعمي لا نعرف تاريخ وفاته بالضبط لكنه كان حيا الى سنه 895 للهجره الكفعمي إلى سنة 895 للهجرة كان حيا، هذه الطبعة الحجرية بخط اليد هي من أشهر طبعات كتاب البلد الأمين صفحة 297 ثم زر بالزيارة المروية عن الهادي عليه السلام من دون مقدمة السلام عليكم يا اهل بيت النبوة وموضع الرسالة يورد الزيارة الجامعة الكبيرة من دون المقدمات من دون المقدمات الموجودة في الفقيه والعيون والتهذيب وسائر المصادر الأخرى ومن دون الدعاء الطويل الذي أورده المجلس في البحار الزيارة بدأها بشكل مباشر السلام عليكم يا أهل بيت النبوة من دون دعاء الاستئذان الذي أورده المجلس من دون المقدمة التي تشتمل على ذكر الشهادتين والتكبيرات المئة مثل ما جاء مذكورا في الفقيه وحتى في مفاتيح الجنان ثم زر بالزيارة المروية عن الهادي عليه السلام السلام عليكم يا اهل بيت النبوة وموضع الرسالة قد يقول قائل من ان الكفعمي اختصر المقدمات هذا كلام لا دليل عليه ولكن ربما المشكله ليست هنا المشكله في ان النص هذا يختلف اختلافا كبيرا عن النص الذي نحن نعرفه فيه اضافات كثيره على سبيل المثال سأقرأ عليكم مما جاء في هذا النص مثلا وأن أنواركم وأشباحكم وسناءكم وظلالكم وأرواحكم وطينتكم واحدة جلّت وعظمت وبوركت وقدّست وطابت وطهرت بعضها من بعض لم تزالوا بعين الله وعنده في ملكوته أنوارا تأمرون وله تخافون وإياه تسبحون وبعرشه محدقون وبه به بالله حافون يمكن ان يكون وبعرشه حافون ولكن اذا اردنا ان ندقق في التعابير وبه وبالله حافون قطعا هذا الكلام عميق لا بد ان يفهم وفقا لحقائق التوحيد وبعرشه محدقون وبه حافون حتى من بكم علينا فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه تولى عز ذكره تطهيرها هو الذي طهر تلك البيوت تولى عز ذكره تطهيرها ورضي من خلقه بتعظيمها فرفعها عن كل بيت قدسه وأعلاها عن كل بيت طهره في السماء لا يوازيها خطر ولا يسمو الى سمائها النظر ولا يقع على كنهها الفكر ولا يطمح الى ارضها البصر ولا يغادر سكانها البشر يتمنى كل احد انه منكم المطبوع هنا ولا يتمنون وهذا تحريف هذا النص ايضا تعرض لتحريف ولا تتمنون في النسخ الاصليه ولا تتمنون انكم من غيركم. اليكم انتهت المكارم والشرف وفيكم استقرت الانوار والعزم والمجد والسؤدد فما فوقكم احد الا الله. فما فوقكم احد الا الله. ولا اقرب اليه ولا اخص لديه ولا اكرم عليه منكم انتم سكن البلاد ونور العباد وعليكم الاعتماد يوم التنات الزياره طويله ومواطن الاختلاف فيها عن النص الذي عندنا كثيره وهذا النص ايضا بحاجه الى تقويم فقد طرا عليه تحريف هذا النص موجود ايضا في مستدرك الوسائل للمحدث النوري هذا هو الجزء الثالث من طبعه مؤسسه ال البيت لاحياء التراث قم المقدسه صفحة 416 رقم الحديث 17 نقل الزيارة عن البلد الأمين تستمر الزيارة من صفحة 416 حتى تنتهي في صفحة 425 لا استطيع ان اقول من ان النص المثبت في البلد الامين وهو هو بنفسه مثبت في مستدرك الوسائل لا استطيع ان اقول من ان النص يخلو من التحريف حتى هذا النص فيه تحريف نذهب الى فاصل قال رسول الله صلى الله عليه واله سياتي زمان على امتي لا يبقى من القران الا رسمه ولا من الاسلام الا اسمه يسمون به وهم ابعد الناس منه مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنه واليهم تعود عن ابي خديجه قال قال ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج اثنا عشر من بني هاشم كلهم يدعو الى نفسه عن زراره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص او عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم ابليس حتى ينادي في اخر الليل فيشكك الناس حينما كنت في الثمانينات في مدينه قم ما بين الثمانينات وبدايه التسعينات كنت قد راجعت وتتبعت العشرات من المصادر القديمه منها المخطوط ومنها المطبوع وانتقيت نصا بحسب ما اتوقع للزيارة الجامعة الكبيرة لكنني ما نشرته لأنني لا أريد أن أفرض قناعتي ومعتقدي على الآخرين ربما إذا وجدت فائدة في ذلك فإنني سأنشر النص هذا على الموقع الإلكتروني لقناه القمر الفضائيه في الايام القادمه اذا وجدت فرصه مناسبه ما عرضته بين ايديكم يمثل جانبا صغيرا من المصادر الكثيره التي راجعتها فيما سلف من الزمان واكثرها ليس متوفرا عندي هنا في لندن الان عرضت لكم بعضا من المصادر مع اني امتلك غيرها هنا في لندن لكنني اذا عرضت عليكم كل الكتب وكل المصادر ساحتاج الى حلقات عديده ومثل ما قلت لكم سيصيبكم الملل والضجر من عرض الكتب وتتبع الكلمات والنصوص بعد هذا العرض صار واضحا لديكم هناك تحريف طرأ على الزيارة الجامعة الكبيرة هناك تحريف مع اهميه النص الموجود بين ايدينا هذا الامر ساعود اليه ما هي القضيه كالقران القران تعرض للتحريف ايضا هؤلاء يضحكون عليكم مراجع النجف وكربلاء يقولون لكم من ان القران لم يتعرض للتحريف هذا الامر تحدثت عنه بشكل مفصل في برنامج الكتاب الناطق بامكانكم ان تعودوا الى الحلقات المختصه بهذا الموضوع ومع ذلك فانني ساحدثكم بنحو يسير موجز في الحلقات القادمه بخصوص موضوعنا الذي بين يدي ساحدثكم ساتيكم بامثله واضحه وصريحه من الكتاب الكريم ومع ذلك فان الكتاب حجه وان الكتاب مصدر من مصادر ديننا الامر هو هو يجري في الزياره الجامعه الكبيره وفي الكثير من نصوصنا واحاديثنا وصلنا إلى هذه النقطة من أن الزيارة الجامعة الكبيرة تعرضت إلى تحريف هائل تحريف كبير المقصد واضح المقصد واضح يتحرك في اتجاهين الاتجاه الأول ماذا سيقول عنا النواصر؟ فعلينا ان نحذف كل شيء يطلق السنه النواصب علينا الا لعنه على النواصب الا لعنه على العقول التي تفكر بهذه الطريقه التي دمرت ديننا هذا الاتجاه الاول والاتجاه الثاني اتجاه الدوده انها دوده مراجعنا التي تنبش فيهم كل شيء يرتبط بال محمد صلوات الله عليهم هم لا يريدونه هؤلاء الاغبياء الثولان من مراجع حوزه الطوسي ابتداء من الطوسي نفسه وانتهاء بالموجودين الان ممن نتشرف بوجودهم اللي طيحه وحضنه على طول تاريخ الغيبه الكبرى الزيارة الجامعة الكبيرة تعرضت لتحريف من الذي حرفها؟ من الذي حرفها في البدايه ساحدثكم براي المحدث النوري فهو يعتقد بان زياره الجامعه الكبيره قد حرفت ويشخص الذي حرفها بعد ذلك اقول لكم ما الذي اعتقده في الموضوع المحدث النوري صاحب مستدرك الوسائل هكذا يقول من ان الذي حرف الزياره الجامعه الكبيره هو الشيخ الصدوق نفسه هذا الكلام ذكره في كتابه المحدث النوري الذي هو من رموز المدرسه الاخباريه والشيخ الصدوق هو امام الاخباريين مع ذلك المحدث النوري يقول من ان الذي حرف الزياره الجامعه الكبيره هو الشيخ الصدوق. بالمناسبة الذين يوجهون السهام إلى الشيخ الصدوق عديدون عديدون. سأضرب لكم أمثلة: السيد ابن طاووس علي رضي الدين ابن طاووس صاحب كتب الأدعية والزيارات صاحب الاستخارات ابن طاووس السيد علي رضي الدين في كتابه فلاح السائل عنده كتاب من كتب الادعيه والاعمال والاداب والسنن فلاح السائل في عمل اليوم والليله كتاب معروف لابن طاووس من كتب الادعيه والاعمال في النسخه المطبوعه الان لا يوجد فيها هذا الكلام كانت عندي نسخه حجرية ما هي بقديمة جدا ربما يصل عمرها إلى مئة سنة أو أزيد من ذلك بقليل وجه اتهاما الى الصدوق من انه لا ينقل الاحاديث كما هي وانما يتصرف فيها ذكر ذلك باسلوب هادئ فقال ان الصدوق يختصر الاحاديث يختصر الأحاديث يعني أنه يحرفها يحرف الأحاديث هذا كلام ابن طاووس والسيد ابن طاووس ما هو من المدرسة الأصولية البحتة هو أقرب إلى المدرسة الأخبارية لا أستطيع أن أقول من أنه أخباري محض لكنه اقرب الى المدرسه الاخباريه منه الى المدرسه الاصوليه. هناك كتاب للكليني كتاب الرسائل ليس موجودا الان كان ابن طاووس يمتلكه، كان موجودا في مكتبته. امتلك ابن طاووس النوادر من الكتب وقد تحدث عنها ونقل عنها من جملة الكتب التي كانت في مكتبته كتاب الرسائل للكلين الرسائل كتاب يشتمل على الكتب والرسائل التي وجهها محمد وآل محمد إلى من وجهوها انها كتب ورسائل وجهها محمد وال محمد الى الذين وجهوها اليهم من جمله ما جاء مذكورا في هذا الكتاب في كتاب الرسائل للكليني صاحب الكافي رساله الحقوق رساله الحقوق المرويه عن امامنا السجاد والتي تشتمل على خمسين حقا قلت لكم قبل قليل كتاب الرسائل للكلين ليس موجودا الان بين ايدينا صاحب تحف العقول كما يبدو نقل رسالة الحقوق من كتاب الرسائل للكليني صاحب تحف العقول ابن شعبه من اعلام القرن الرابع هذه الطبعه طبعه مؤسسه الاعلم بيروت لبنان صفحه 182 أثبت رسالة الحقوق من صفحة 182 إلى صفحة 193 ابن شعبة لم يذكر لنا من أنه قد نقل هذا النص من كتاب الرسائل للكليني هذا ليس موجودا على الاقل في النسخ المتوفره الان ابن طاووس هو الذي قال هذا باعتبار ان المصدر الاصل كان موجودا في مكتبته واطلع على كتاب ابن شعبه فوجد ان النص الموجود في كتاب ابن شعبه كالنص الموجود في رسائل الكوليني في كتاب الرسائل للكليني ابن طاووس قارن بين هذا النص الموجود في تحف العقول وبين رساله الحقوق التي ذكرها الصدوق في كتابه الفقيه ذكرها الصدوق في كتابه الفقيه وهذا هو الجزء الثاني من طبعه مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسه من صفحه 618 الى صفحه 626 انما اذكر الارقام وأذكر الطبعات للذي يريد أن يدقق بنفسه كي يتأكد من الأمور بشكل واضح أن يقف عليها بنفسه من صفحة 618 كما قلت لكم إلى صفحة 626 رسالة الحقوق التي ذكرها الصدوق في كتاب الفقيه اذا اردنا ان نقايسها مع رساله الحقوق في تحف العقول فانها رساله مختصره مختصره جدا هناك فارق كبير فيما بين رساله الحقوق المرويه عن امامنا السجاد في تحف العقول وبين رساله الحقوق الموجوده في كتاب الفقيه وايضا اثبتها الصدوق في كتابه الخصال في الطبعه التي بين يديه وهي طبعه مؤسسه النشر الاسلامي المقدسة تبدأ من صفحة 616 وتنتهي في صفحة 624 ما ذكره الصدوق من نسخة رسالة الحقوق لإمامنا السجاد إن كان في كتابه الخصال او كان في كتابه الفقيه يختلف اختلافا واضحا عن النص الذي ذكره ابن شعبه في تحف العقول ويبدو مثل ما يقول ابن طاووس قد نقل النص عن كتاب الرسائل للكليني قطعا اذا اردنا ان نقارن بين ما نقله ابن شعبه وما نقله الصدوق في الفقيه وفي الخصال هناك فارق كبير النص الذي نقله ابن شعبه نص كامل متكامل متين الى ابعد الحدود بينما ما نقله الصدوق في الفقيه وفي الخصال فيه خلل واضح ابن طاووس هكذا قال من ان الصدوق اختصر الحديث انا لا استطيع ان اصدق كلام ابن طاووس فربما ما عثر عليه الصدوق عثر على النصوص كما نقلها لكن ابن طاووس قال كلامه بشكل واضح إذا راجعتم فلاح السائل راجعتم الطبعة المتوفرة في الأسواق لن تجدوا كلام ابن طاووس لكنني أرشدكم إلى مصدر قد نقل كلام ابن طاووس إنه المحدث النوري في المستدرك المحدث النوري في المستدرك في الجزء الحادي عشر من طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة إذا ذهبتم إلى صفحة 169 ستجدون كلام ابن طاووس وهو يتحدث عن الصدوق وقد اتهمه اتهاما كبيرا ولكن بعباره لينه هكذا قال: والظاهر والظاهر لكل من له انس بالاحاديث ان الثاني الذي نقله الصدوق في الفقيه والخصال ان الثاني مختصر من الاول من الاول وهو الذي جاء في تحف العقول نقلا عن رسائل الكليني عن كتاب الرسائل للكليني لا اجد وقتا كي اقرا كل الكلام قلت لكم انني قرأت هذا الكلام في الطبعات الحجريه في طبعه حجريه قديمه كانت عندي وما هي بطبعه نادره اعتقد ان نسخها موجوده كانت تباع انا اشتريتها من سوق الكتب كانت متوفره ليست نسخه نادره واذا اردنا ان نعود الى النسخ القديمه في مكتبه المرعش النجفي في قوم او في المكتبه الرضويه في مشهد لم ابحث في هذه المكتبات لكنني لا استبعد ان نسخا من فلاح السائل تتوفر في هذه المكتبات المحدث نوري متى توفي توفي سنه 1320 للهجره فهو ينقل عن نسخه كانت عنده من فلاح السائل ابن طاووس هكذا وصف الصدوق من انه اختصر رسالة الحقوق التي رواها الكليني مفصله في كتابه الرسائل الذي كان عند ابن طاووس وابن شعبه في تحف العقول نقل ذلك النص المفصل وهو موجود لدينا وواضح اذا قارنا بين ما في تحف العقول وما في الفقيه وما في الخصال فان ما في الفقيه وما في الخصال هو مختصر مختصر عن النص الطويل الذي نقله ابن شعبه عن الكوليني لكن من الذي اختصر هذا النص ابن طاووس يقول الذي اختصره الصدوق بالنسبه لي لا اقبل هذا الكلام لانني لا املك دليلا على ذلك ابن طاووس عنده خبره في الموضوع هذا امر خاص به انا لا املك دليلا على ان الصدوق قد اختصر رسالة الحقوق التي نقلها الكليني في رسائله ونقلها ابن شعبه في تحفه اقول على اساس حسن الظن بالصدوق من انه عثر على هذه النصوص مثلما نقلها في كتاب الفقيه وفي كتاب الخصال لكنها بالفعل هي موجزه ومختصره وفيها خلل واضح بالقياس الى النص المطول الذي نقله ابن شعبه في التحف بالنتيجه ابن طاووس وجه اتهاما كبيرا للصدوق حين وصفه بانه يختصر الاحاديث انه يعبث بها هذا اتهام خطير هكذا قال اقرا عليكم من مستدرك الوسائل حيث نقل المحدث النوري عن ابن طاووس والظاهر لكل من له انس بالاحاديث ان الثاني ان الثاني الذي نقله الصدوق مختصر من الاول الذي اثبته الكليني من الذي اختصره اختصره الصدوق هذا عبث بالاحاديث وتحريف واضح بحسب ابن طاووس وهو يتحدث عن الصدوق المشكله لا تقف عند هذا الحد هذا كتاب التوحيد للصدوق هناك حديث في كتاب التوحيد هذه الطبعه طبعه مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسه هناك حديث جاء في الباب الثامن والخمسين والذي عنوانه باب السعاده والشقاوه الحديث الاول بسنده عن ابي بصير عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا اجد مجالا لقراءة الاحاديث انما هو عرض اجمالي للمعلومات. التوحيد للصدوق طبعة مؤسسة النشر الاسلامي قم المقدسه صفحه 345 الباب الثامن والخمسون باب السعاده والشقاوه الحديث الاول بسنده عن ابي بصير عن امامنا الصادق هذا الحديث في شؤون التوحيد فيما يرتبط بسعاده وشقاء العباد كيف يكون السعيد سعيدا وكيف يكون الشقي شقيا من العباد انها شؤون التوحيد ما يرتبط بصفه العدل الالهي أورد حديثا عن إمامنا الصادق هذا الحديث موجود بعينه عند الكلين في الجزء الأول هذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 172 باب السعاده والشقاء. الحديث الثاني صفحه 173 بسنده عن ابي بصير عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الحديث هو هو لكن الحديث في كتاب التوحيد وقع فيه تحريف. الحديث في كتاب الكليني في الكافي قد يشكل عليه في ان الله ليس عادلا فيما يكون عليه العباد من سعاده ومن شقاء قطعا إذا فهم بشكل ليس دقيقا فقد يثار هذا الإشكال الذي نقله الصدوق حذف منه من الذي حذف لا أدري حذف منه ما يشير إلى هذه القضية فكان الحديث جرى عليه تعديل حتى يرتفع هذا الاشكال الذي قد يرد عليه في النسخه المنقوله في كتاب الكافي انا ذكرت لكم مواضع الحديث يمكنكم ان تعودوا اليها من الذي نبه على هذا الموضوع إنه المجلس والمجلس من أئمة المدرسة الأخبارية من كبار محدثيها في الجزء الخامس من بحار الأنوار صفحة 156 من طبعة دار إحياء التراث العربي المجلس أورد الحديث عن كتاب التوحيد للصدوق إنه الحديث الثامن صفحة 156 وعلق عليه ببيان بيان هذا الخبر مأخوذ من الكافي مثل ما بينت لكم وذكرت لكم موضع الخبر في الكافي هذا الخبر مأخوذ من الكافي وفيه تغييرات عجيبه تورث تورث سوء الظن بالصدوق من انه يعبث بالاحاديث هذا كلام مجلسي ما هو كلامي وانه انما فعل ذلك من ان الصدوق حرف حديث الكليني لماذا؟ وانه انما فعل ذلك ليوافق مذهب اهل العدل الذي كان عليه الصدق والذي هو مذهب المعتزله تلاحظون القضيه انها خطيره خطيره انا لا اريد ان اصدق هذا الكلام انا انقل لكم كلامه هذا كلامه انا ساعرض قولي بعد ذلك ما اعتقده انا ساعرضه لكم انا انقل لكم الان ما يقول كبار علماء الشيعه هذا الخبر مأخوذ من الكافي وفيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق اي سوء ظن انه يحرف الاحاديث وانه انما فعل ذلك ليوافق مذهب اهل العدل المعتزلة أهل العدل هم المعتزلة هناك حاشية كتبها المحققون في أيامنا هذا البيان ناش عن سقوط سطر من نسخة المؤلف رحمه الله من نسخه المؤلف يعني من نسخه كتاب التوحيد عند المجلس والصدوق اثبت واضبط قطعا هناك تغييرات موجوده في النسخ ولو راجعتم اكثر من نسخه ستجدون تغييرا هنا وهناك انا لست بصدد التحقيق هنا في كل صغيره وكبيره انما عرضت لكم من المعطيات التي تثبت ان الزياره الجامعه الكبيره تعرضت لتحريف كبير من الذي حرفها بحسب المحدث النوري انه الشيخ الصدوق صاحب اقدم مصدر لزياره الجامعه الكبيره الفقي بحسب المحدث النوري المحدث النوري ما هو باول من اتهم الصدوق في تحريف الحديث ابن طاووس مر علينا هذا هو المجلس نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم واختلاف ولد العباس من المحتوم وقتل النفس الزكية من المحتوم وخروج القائم عليه السلام من المحتوم فقلت له فكيف يكون النداء؟ قال ينادي مناد من السماء اول النهار الا ان الحق في علي وشيعته ثم ينادي ابليس لعنه الله في اخر النهار الا ان الحق في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك المبطلون من علماء المدرسه الاصوليه اسد الله الكاظمي في كتابه كشف القناع عن وجوه حجيه الاجماع كتاب معروف للكاظمي هذه الطبعه الحجريه القديمه وهي طبعة معروفة ومنتشرة وموجودة صفحة 213 وثلاثة ماذا يقول الكاظمي عن الصدوق وبالجملة وبالجملة فامر الصدوق مضطرب جدا ولا يحصل من فتواه غالبا علم ولا ظن لا كما يحصل من فتوى اساطين المتاخرين وكذا الحال في تصحيحه وترجيحه حينما يصحح وحينما يرجح لما يتحدث الصدوق عن سهو المعصوم لا يذكرون هذا الكلام يمجدون بارائه واقواله انا لا انتقص من الصدوق ابدا انا انقل كلامهم قلت لكم بعد ذلك ساقول قولي انا لست مسؤولا عن كلامهم انا ناقل لكلامهم لكنهم لا يتكلمون من فراغ كم اصابوا كم اخطاوا هذا امر راجع اليهم حينما يتحدث عن الشهاده الثالثه يطبلون لكلامه وهذا اصولي منهم هذا من رموز المدرسه الاصوليه يسمونه بالمحقق الكاظمي بالمحقق الاصولي الكاظمي وكذا الحال في تصحيحه وترجيحه وقد ذكر صاحب البحار حديثا عنه في كتاب التوحيد عن الدقاق عن الكليني باسناده عن ابي بصير عن الصادق صلوات الله عليه ثم قال هذا الخبر ماخوذ من الكافي وفيه تغييرات عجيبه تورث سوء الظن بالصدوق وانه انما فعل ذلك ليوافق مذهب اهل العدل انتهى انتهى كلامه ويستمر اسد الله الكاظمي وربما طعن عليه طعن على الصدوق بعض القدماء بمثل ذلك في حديث رواه في العمل في الصوم بالعدد وهذا عجيب من مثله لا اريد ان اذهب في تفاصيل كلامه لكنكم تلاحظون من انه قدح في الصدوق وقدح في فتاواه وقدح في تصحيحه وترجيحه ونقل كلام المجلس الذي قراته عليكم قبل قليل هذا الكاظمي توفي سنة 1234 للهجرة طبقة الوحيد البهبهاني والذين جاءوا من بعده ونقل عن القدماء أن قدحوا فيه قدحوا في الصدوق وربما طعن عليه بعض القدماء بمثل ذلك في حديث رواه في العمل في الصوم بالعدد هذه روايات تتحدث عن تشخيص ايام شهر رمضان هذا هو الذي يشير اليه في حديث رواه في العمل في الصوم بالعدد وهذا عجيب من مثله ان يكون الصوم اعتمادا على حسابات عدديه لا على رؤيه الهلال والصدوق اراؤه متضاربه في كتبه يقول في كتاب شيئا ويقول في كتاب اخر شيئا اخر من هنا حينما اناقش كلامه بخصوص الشهاده الثالثه وبخصوص وصفه لتلك الروايات من أنها من أحاديث الغلاة كنت أقول لكم أنا لا أعتمد على تقييم الصدوق أنا أثق بالصدوق أثق بنقله لكنني لا أعتمد على آرائه آرائه له الأخباريون يعتبرون ذلك جراه مني على احد ائمتهم على احد ائمه المدرسه الاخباريه انا لا ابالي لا بالصدوق ولا بغير الصدوق ولا بالمدرسه الاخباريه من اولها الى اخرها ائمتي محمد وال محمد لا علاقه لي بهذه الاسماء احترمهم اجلهم احترم الصدوق للخدمة العظيمة التي قام بها بنقله وحفظه لحديث محمد وآل محمد صلوات الله عليه عنده عثرات عنده أخطاء عنده اشتباهات كلنا هكذا كلنا في الهوى سوا من أولنا إلى آخرنا أخطاؤنا أكثر من صوابنا أنا وأنتم والصدوق والبقية المحدث النوري اتهمه اتهاما عظيما في كتابه التوحيد اتحدث عن توحيد الصدوق المحدث النوري يقول من انه نقل حديثا عن امير المؤمنين حرفه تحريفا واضحا هذا الحديث موجود بكامله في كتاب الاحتجاج هذه طبعه مؤسسه الاعلم انها طبعه المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين صفحة 240 طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان طبعة المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين حديث الزنديق مع أمير المؤمنين يبدأ من صفحة 240 وينتهي في صفحة 258 حديث مفصل طويل هذا الزنديق يناقش الاميره في ايات من الكتاب الكريم ويشكل عليها الامير يجيب على اسئلته وعلى اشكالاته حديث طويل موجود في كتاب الاحتجاج نقله الصدوق انا لا اعلم من انه نقل النسخه نفسها ربما نقل هذا الحديث من مصدر اخر لا يختلط عليكم الامر بالنسبه لكتاب الاحتجاج للطبرسي فالطبرسي متاخر عن الصدوق من اعلام القرن السادس الصدوق توفي سنه 381 الطبرسي لم يذكر لنا المصادر باعتبار ان الاحاديث صحيحه ومعروفه الصدوق نحن لا ندري من اي مصدر نقل الحديث المحدث النوري بحسب خبرته هو بحسب اعتقاده يقول من ان الصدوق نقل الحديث نفسه لكنه حذف جزءا كبيرا منه ليس جزءا صغيرا حذف الايات التي فسرها امير المؤمنين بنحو بنحو تثبت التحريف في القران الصدوق لا يعتقد بذلك المحدث النوري يعتقد بالتحريف في القران يقول من ان الصدوق نقل الحديث وحذف الايات التي تحدث عنها امير المؤمنين وبين من خلالها من ان القران قد تعرض للتحريف الصدوق نقل الحديث حديث الزنديق وحذف الايات التي تحدث فيها امير المؤمنين عن تحريف القران فعلا اذا رجعنا الى كتاب التوحيد للصدوق الايات التي ذكرت في حديث الاحتجاج والتي تحدثت عن تحريف القران بحسب بيان امير المؤمنين قد رفعت من هذا الحديث لكنني لا استطيع ان اثبت من ان الصدوق هو الذي فعل هذا المحدث نوري يقول من أن الصدوق هو الذي فعل هذا. في الجزء الحادي عشر من مستدرك الوسائل صفحة 169 هذا المحدث النوري يقول هذا ويظهر من بعض المواضع ان الصدوق رحمه الله كان يختصر الخبر الطويل وماذا يفعل ويسقط منه ما ادى نظره الى اسقاطه ما ادى نظره الى اسقاطه ما يراه ليس صحيحا فروى في التوحيد عن احمد بن الحسن القطان عن احمد بن يحيى عن بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا احمد بن يعقوب بن مطر قال حدثنا محمد بن الحسن بن عبد العزيز الاحدث الجندي سابوري قال وجدت في كتاب ابي بخطه حدثنا طلحه بن يزيد عن عبد الله بن عبيد عن ابي معمر السعداني ان رجلا اتى أمير المؤمنين عليه السلام وساق خبرا طويلا وكان الرجل من الزنادقة وجمع آية من القرآن زعمها متناقضة وعرضها عليه عليه السلام فأزال الشبهة عنه وهذا الخبر رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عنه عليه السلام بزيادات كثيرة اسقطها الصدوق في التوحيد. والشاهد على انه الذي اسقطها عن ان الساقط هو المواضع التي صرح عليه السلام بوقوع النقص والتغيير في القرآن المجيد وهي تسعة مواضع. ولما لم يكن النقص والتغيير من مذهبه، من مذهب الصدوق ألقى منه ما يخالف رايه كلام خطير هذا كلام خطير وخطير جدا الى ان يقول المحدث النوري ومن هنا ومن هنا يختلج بالبال ان الزياره الجامعه الكبيره الشائعه التي هي في مفاتيح الجنان التي اوردها في الفقيه والعيون اوردها الصدوق في الفقيه والعيون ومنهما اخرجها الاصحاب في كتب مزاره مثل ما فعل المحدث القمي والمحدث القمي من تلامذه المحدث النوري وكان مساعدا له في جمع كتابه مستدرك الوسائل كان على علاقه قريبه جدا وعلى علاقه وثيقه جدا بالمحدث النوري اتحدث عن صاحب مفاتيح الجنان عن المحدث عباس القمي ومنهما من الفقيه والعيون اخرجها الاصحاب في كتب مزارهم ونقلوها في مؤلفاتهم المحدث النوري يقول عن الصدوق من انه اختصرها من الجامعه المرويه عن الهادي عليه السلام على ما رواه الكفعمي في البلد الامين واوردناها في باب نوادر ابواب المزار فانها حاويه لما اورده فيهما مع زيادات كثيره لا يوافق جمله منها لمعتقده فيهم عليهم السلام فلاحظ وتامل في الزيارتين حتى يظهر لك صدق ما ادعيناه. فهذا هو الذي يتبناه المحدث النوري من ان الذي حرف الزياره الجامعه الكبيره هو الشيخ الصدوق نفسه. هذا كلام المحدث النوري رحمة الله عليه كل الذي قرأته عليكم من كتبه ما جئت بشيء من عندي نذهب إلى فاصل عن جابر الجعفي عن ابي جعفر الباقر صلوات الله, الله عليه: علي. الزم الارض ولا, ولا تحرك, تحرك يدا ولا رجلا, رجلاً. حتى, حتى ترى علامات, علامات, أذكرها علامات اذكرها لك وما, وما أراك, اراك تدرك. اختلاف, اختلاف بني, بني فلان, فلان ومناد ينادي منادي من السماء, من السماء. ويجيئكم الصوت من ناحيه دمشق بالفتح وخسف قريه من قرى الشام تسمى الجابيه، وستقبل اخوان الترك حتى ينزلوا الجزيره، وستقبل مارقه الروم حتى ينزلوا الرمله، فتلك السنه فيها اختلاف كثير في كل ارض من ناحيه المغرب فاول ارض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات رايه الاصهر ورايه الابقع ورايه السفياني ماذا يخلص لدينا الان اولا الزياره الجامعه الكبيره التي نعرفها نص تعرض للتحريف الكبير هذا اولا قد يسال سائل هل نمتلك النص الاصلي الكامل بالنسبه لي اقول نحن لا نمتلك ذلك لكن بامكاننا ان نصل الى نص هو الاقرب من النص المتوقع وهذا ما فعلته من خلال متابعتي لعشرات المصادر وقد استخرجت نصا لكنني ما نشرته طيله السنين الماضيه لا اريد ان افرض قناعه شخصيه انا امتلكها على احد قد انشر هذا النص اذا وجدت ضروره اذا وجدت فائده قد انشر هذا النص على الموقع الالكتروني لقناة القمر الفضائي في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. إذا النقطة الأولى: الزيارة الجامعة الكبيرة تعرضت لتحريف كبير. النقطة الثانية: من هو الذي حرفها بحسب المحدث النوري الشيخ صدوق وقد حدثتكم ما حدثتكم من كتبهم من كتب رموز المدرسه الاخباريه لقد قرات عليكم من بحار المجلس ومن مستدرك الوسائل للمحدث النوري ومن غير ذلك هذه الخلاصه التي وصلنا اليها من خلال ما عرضته من معطيات من بدايه الحلقه الى هذه اللحظه ما الذي اعتقده انا الذي اعتقده انا الزياره تعرضت لتحريف كبير وسادخل في التفاصيل في الحلقات القادمه ان شاء الله تعالى في حلقه يوم غد ويبدو انني ساحتاج الى حلقه وحلقتين وربما اكثر لا ادري بحسب الموضوع ما قاله المحدث النوري وما قاله المجلسي والاخرون لا استطيع ان اثبته على الصدوق ليس هناك من دليل واضح صحيح ان الاحاديث التي تحدث عنها فيها خلل واضح هذا لا شك فيه لكن هذا لا يعني ان الصدوق هو الذي سبب هذا الخلل وهو الذي حرف الاحاديث ربما وجدها بهذه الصيغه وبهذه الهيئه وهذه الكيفيه ونقلها هم وقناعاتهم بالنسبه لي ما هو متوفر لدي من القرائن والدلائل انني اعتقد ان الذي حرف الزياره الجامعه الكبيره هو الشيخ الطوسي وهذا ما ساعرضه لكم يوم غد من خلال القرائن والشواهد التي أمتلكها قطعا أنا لا أعلم الغيب ولا أقول من أن النتيجة التي وصلت إليها قطعية بدرجة مئة بالمئة لكنني مطمئن إلى أنها قريبة من ذلك سأعرض لكم المعطيات وساعرض لكم الوثائق والادله والقرائن والشواهد اذن الزياره الجامعه الكبيره قد تعرضت للتحريف شيخي اباك هذا هذه اسئلتك سأجيبك عليها ولكن بحسب هذه النتيجة فإن أسئلتك لا محل لها من الإعراب لا تتعب نفسك في مناقشة الديخيين فإن الديخيين لا عقل لديهم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله